دايما في اليومين الاجازه بيكون في بعض التصريحات الغريبه والحاجات اللي مش ممكن نعديها وحاجات تانية ممكن نعديها. وخلينا اتكلم عن واحد انا بحبه وبحترمه بالمناسبه، اللي هو ثروت سويلم عضو رابطه الانديه، صديق عزيز وله احترام كبير عندي وعند ناس كتير. وانا هنا مش بهاجم، ولكن انا عاوز اتناقش او اناقش حاجتين في تصريحات اللواء ثروت سويلم بخصوص بطوله السوبر الجديده اللي هتكون باربع فرق. هبدا بالحاجه السلبيه في التصريح الاول اللي خرج من اللواء ثروت سويلم خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وقال ان اتحاد كره القدم لم يعاقب نادي الزمالك على انسحابه من النسخه السابقه، وان في مجلس جديد، وان كل اللي حصل من المجلس السابق، وبالتالي طالما هناك مجلس جديد فممكن جدا ان اتحاد كره القدم يخلي نادي الزمالك يشارك بعد ما كان هناك قرار رسمي بتوقيع عقوبه على نادي الزمالك وفقا للائحه. فالحقيقه الكلام ده فتح الباب لاحتماليه مشاركه نادي الزمالك في البطوله الجديده. انا مش بتكلم على نادي الزمالك تحديدا، ولكن انا هنا بتكلم عن ان التصريحات دي شكلها غريبه جدا، كانت محتاجه توضيح ومراجعه قبل ما تتقال. لانه لواء ثروت لما بيقول حاجه ده يعني رجل له قيمه، لانه كمان في حاجه لازم الناس تحطها في الاعتبار، هي ان لواء ثروت هو مرشح اتحاد كره القدم وممثل الاتحاد الكره في رابطه الانديه، يعني من المفترض ان هو على درايه وعلم وتنسيق كامل مع مجلس إدارة الاتحاد، اتحاد كرة القدم يعني، بخصوص أي شيء. لكن التصريح بالشكل ده يقول إن في مشكلة، عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط ويقول لك إنه أنا كل يوم بقول لحضراتكم إن العلاقات بين الأهلي والزمالك وباقي الأندية أصبحت علاقات ودية بيحكمها الاحترام المتبادل وبيحكمها إيه؟ تطبيق اللوائح. إذا كان النادي الأهلي يجب أن يتم تطبيق اللائحة عليه، هطلع أقول لكم طبقوا اللائحة عليه. أنا هنا مش ضد نادي الزمالك، بيشارك أو ما يشاركش حاجة ما تخصنيش ومش بتاعتي. لكن أنا بتكلم عن المبدأ. المبدأ اللي هو احترام اللوائح. احترام اللوائح هو أساس وجود العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين الجميع. لازم يبقى فيه حاجة كده كلنا بنمشي، لائحة كلنا بنمشي عليها، قانون كلنا لو تخيل حضرتك لو بلد ما فيهاش قانون هتمشي ازاي؟ لو بلد أو اتحاد كورة ما عندوش لائحة هتمشي ازاي؟ هيطلع الحاج عامر حسين يقول حاجة، وهيطلع الأستاذ جمال علام يقول حاجة، وهيطلع كابتن بركات يقول حاجة، كابتن حازم يقول حاجة، وفي الآخر اللي عايز يمشي حاجة يمشيها، ولكن اللوائح بتحكم الجميع. بتحكم النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي وكل الانديه في مصر. فانا هنا ما بتكلمش على نادي الزمالك، انا بتكلم على يجب ان يتم تطبيق اللوائح. كل اللوائح يجب ان يتم تطبيقها على النادي الاهلي قبل اي نادي تاني. مش بتكلم اهلي وزمالك، اظن يبقى كلامي واضح وصريح اهو للجميع. النقطه الايجابيه ان اللواء ثروت خرج تاني يوم اكد فيها في بعض المواقع انه الكلمه اللي قالها او التصريح اللي قاله فهم بشكل خاطئ. ان لا قال يعني ان فهمت التصريحات اللي قالها عن بطوله السوبر واحتماليه مشاركه نادي الزمالك هي تصريحات مغلوطه. وانا لم يكن قصدي هذا الكلام، ده اللواء ثروت طلع قال كده، فانا بحيي اللواء ثروت ان هو ما تماداش في حاجه قالها غلط، وانه وضح الامور. ومره تانية مش الزمالك، انا هنا انا بقول يجب ان يتم تطبيق اللوائح. فمثلا طلع الاستاذ او الدكتور ايهاب الكومي اكد ان بطوله السوبر بانديتها الاربعه اللي موجوده. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه الكلام لما بيكون بالعقل بيمنع حدوث اي مشاكل بعد كده. يجي السنه الجايه مثلا، هتكلم على الاهلي هنا، الاهلي انسحب من مثلا يعني الاهلي انسحب من البطوله دي، يجي السنه الجايه الناس تطالب بوجود الاهلي مثلا، يعني مش هيبقى صح، لان اللائحه بتقول ان اللي بينسحب ما ينفعش ان هو يلعب في البطوله السابقه ولازم يبعد من هذه البطوله. اللائحه اللي بتقول كده
مش اسلام ولا جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك ولا، لا لا لا، اللائحه اللي وضعها اتحاد كره القدم مع رابطه الانديه هي اللي بتقول هذا الكلام. وبالتالي انا هنا بأدافع عن ايه؟ عن تطبيق اللائحه. ليه؟ هتفهم بعدين. واحنا بنتكلم كده هنفهم بعض بعدين. احنا انا ليه هنا في النادي او مش اسلام، ليه دايما النادي الاهلي بيدافع عن تطبيق اللوائح؟ لانه اللوائح هي الاساس في كل شيء، القوانين هي الاساس في كل شيء، القوانين هي من المفترض ان تكون هي العداله الناجزه ما بين المتنافسين في كل شيء. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كان مهم جدا جدا اتكلم عن التصريحات السلبيه اللي اتكلم فيها اللواء ثروت، وعن التصريحات الايجابيه وتعديله لتصريحاته السلبيه اللي اتكلم عنها. وده احترام كبير جدا لهذا الرجل، لانه مهم ان احنا نشوف مثل هذه الامور. واتمنى بالمناسبه، بس عشان ما حدش يودينا ويجيبنا تاني، اتمنى ان اللواء ثروت نفسه قفل هذا الموضوع، دكتور ايهاب الكوبي عفوا قفل هذا الموضوع. ما لقيش حد بقى يقول لك ايه الفتره اللي جايه لازم بلاش نادي الزمالك، لازم النادي الاسماعيلي يلعب، او بلاش الاسماعيلي، نادي ام بي يلعب. لا، اللائحه يجب او اللوائح يجب ان تطبق، ومش عايزين حد يكلمنا في الموضوع في المواضيع دي تاني يا جماعه. لائحه واتطبقت الموضوع انتهى. نادي الزمالك نادي كبير وعلى دماغنا مفيش مشاكل خالص، ولكن نادي الاسماعيلي نفس الكلام، كل ونادي امبي نفس الكلام، كل الانديه، ولكن يجب تطبيق اللوائح. محدش يطلع يتكلم بقى اليومين اللي جايين يقول لك ايه اصل الاسبوع ده فاضي، او الاسبوعين اللي جايين الناس فاضيه، فكل واحد يطلع يقول لك ايه عايزين نادي كذا يلعب مع في بطوله السوبر. خلاص، بناء على تصريحات الدكتور ايهاب الكومي قال ان هناك اربع انديه وتم توجيه الدعوه ليهم. الموضوع انتهى واتقفل، مش عايزين بقى نتكلم فيه مرة تانية، وأتمنى إن محدش يطلع يتكلم فيه مرة تانية.